بسم الله. بايثون كلغة برمجة، عايزين نتعلم لغة برمجة البايثون ونخش بشكل عملي مباشرة فيها. لو دخلنا كده أول حاجة خش على موقع بايثون.org ذات نفسه الموقع الرئيسي، وهنعمل داونلود آخر فيرجن نازل من البايثون أيا كان إيه هو، ما تشغلش بالك كتير. سيف أز، اعمل لنفسك فولدر وابدأ حط فيه شغلك كله. ماشي، هعمل فولدر اسميه سورس، وهيبدأ يعمل داونلود. بعد ما يبدأ ينزل خالص طبعا هتبدأ تسطب العادي بتاعه. نيكس 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 نيكس، تقول حاجة عادي. انستول لانشر لليوزر تقول لها طبعا اد بايثون 3.7 تو باس، دي عشان ينزل لنا ايه، يعمل لنا في الانفيرمنت فاريبلز يعمل لنا المسار بتاع البايثون. طبعا الخيار ده كان في بعض الفيرجنات القديمة كانش بيبقى موجود، وكنا بنضطر نخش في الكنترول بانل، اسف، نخش في ال ماي كمبيوتر كده ونخش على بروبرتيز ونخش على ادفانسد سيستم سيتنجز، وفي الادفانسد هنا نعمل نخش في الانفايرمنت فاريبلز تحت، وكنا بنحدد هنا المسارات بتاعت الايه، بتاعت الحاجه. طيب خلونا نقول ان احنا حددنا اهو، قلنا له اد للباس، وهنعمل انستول، وقال لي انا هنزله في المكان الفلاني دوت. ماشي، قلت له ماشي انستول ناو يس. هو هنا خلاص خلص، قال لي سيت اب سكسسفول. وهنا لو عايزين نخش على الاونلاين توتوريالز او الدوكيومنتيشن بتاعته والكلام ده كله، له كلوز. طبعا المفترض زي ما قلت لكم ان هو في الانفيرمنت فاريبلز، المفروض ان انا ارمي المسار بتاعه بتاع البايثون هنا في الفيرجنات القديمه. كنت هعمل نيو مثلا واكتب مثلا بايثون، وشايفين المسار اللي هو كان سطب لي فيه، او عامله هنا ايه بيست هنا في المسار بتاعه عشان يبقى عارف الايه المسار بتاعنا اللي موجود فيه البايثون يعني. خلاص في سيستم فاريبلز من تحت، نعمل نعمل نيو، او ان احنا ممكن نعمل ايديت ونضيفه على مسار من المسارات الاساسيه في الكلاس باس مثلا، في باس اهو. ماشي، واقوم عامل ايديت واشوف بقى البايثون فين، مش موجود، او اعمل له ان انا عاوز هنا هو مش موجود، او انا عامل نيو كده واقوم كاتب الايه المسار اللي نزل فيه البايثون. طبعا ده المفترض دلوقتي هتلاقيه مش محتاجين نعمل دي، بس انا بقول لك المسار بقى، انت سطبت مثلا، سطبت على السي جوه فولدر اسمه بايثون مثلا، يبقى تكتب نقطه ايه السي سلاش بايثون. لكن دلوقتي لو انت دخلت هنا على بايثون اهو، هتلاقي فيه بايثون المديول والاي دي ال اي والكلام ده كله. يعني لو دخلت مثلا على الاي دي ال اي كده اهو، قال لي بايثون 3.7 مش عارف ايه، وكل حاجه قايمه وكله تمام وجاهز ان انا ارن. لو قلت برنت مثلا، وقلت ما بين دبل كوتيشن كده ويلكم بايثون، وقفلت دبل كوتيشن وقفلت كده كده، برنت ويلكم بايثون، معناه ان انا بقول له اديني، بديله امر بقول له اطبع كلمه ويلكم بايثون بس، دوست انتر، طبعا كلمه ويلكم بايثون معناها ان خلاص السيستم بتاعي شايف، وشايف الانفايرمنت، مش محتاج ان انا اضيف بالطريقه اللي هي القديمه، بس انا حبيت انوه للايه، ممكن يكون منزل فيرجن قديم او حاجه كده. اهو البايثون قايم وما عندناش مشكله، وسطبناه وجاهزين على الشغل، وجربنا امر البرنت.
جربناها من خلال الايه الاي دي ال اي، طبعا هو بينزل مع الاي دي ال اي اللي هي البايثون بي جي يو اي، وفي طبعا عند المديول دوكس دوكيمنتس اللي احنا شفناها الملفات بتاعتنا، وفي بايثون كوماند لاين، وفي بايثون مانيوال، وفي ان احنا نعمل انستول الايه انستول للبايثون. دول بينزلوا لما تيجي نسطب البايثون بالمنظر ده. اما بالنسبه للاي دي اي ال اي اللي احنا شايفينها قدامنا دوت، دي اللي احنا بنستخدمها الشيل اللي احنا بنستخدمها عشان نرن الايه نرن اوامر البايثون للستمنتس بتاعتها ونجربها ونشوف نتائجها على طول. وبرده بيشتغل معانا كتكست اديتور عشان نكتب فيه الكود، وطبعا يعمل لي بقى الوان للكود والكي ووردز والكلمات وكلام زي كده، ويتشيك السنتكس ويطلع لي الايرور اللي لو كان في ايرورز وكلام زي كده، وفي نفس الوقت اقدر اسيرش يعني تكست فورماتنج تول كده لان انا اكتب فيها كود بتاع البايثون، وفي نفس الوقت بتعمل ديباجنج عشان اقدر اتتبع لو في ايرور حصل او حاجه زي كده. دي بالنسبه للايه للاي دي ال اي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي يعني. طيب طبعا احنا نوت ممكن نيجي نوت من فايل ونقول له عايزين نعمل نيو فايل، وبنكتب هنا اوامر الايه الاوامر بتاعه البايثون اللي احنا عايزينها، وبعدين نشتغل عليها. يعني مثلا الفيرست نيم قمت قايل مثلا عادي، وكتبت اللاست نيم مثلا كتبت صبو، خلاص قمت قايل امر برنت وقلت له اكتب ماي نيم از اسمي دبل كوتيشن كده بس سبيس بعد كلمه از، قمت قايل اطبع لي فيرست نيم وجنبيها مسافه، واطبع لي بعدها اللاست نيم كده الامر كده، كتبت فيرست نيم كذا واللاست نيم كذا، قلت له ايه ماي نيم از دي كلمه ثابته وبعديها فيرست نيم بعدها ثابته مسافه وبعد كده لاست نيم مثلا. يعني بالمنظر دوت انا ممكن بعد عملت الجملتين اقول له بايثون شيل او ران مديول، يقول لازم تسايف الاول، قلت له اوكي سايف، قلت له مثلا فيرست بروجرام، طبعا تلاحظ ان الفيرست بروجرام ده بياخد في الاخر باي دوت باي بي واي بايثون يعني، قلت له خلاص اوكي. اما هو دلوقتي قال لي خلاص ماشي احنا هشغل، قال لي هريستارت، واداني المسار اللي سايب فيه الفايل ادي اهو الملف اللي اسمه فيرست بروجرام دوت باي دي، وقال لي ماي نيم از عادل صبور. ده كده رنيت الفايل بتاعي وشفت نتيجته على طول بعد عملت له يعني رن بشكل مباشر. طبعا يعني ده برنامج من البرامج يعني ممكن شويه الناس بتقولها بتحب تتعلم في البدايه بيه، بس ممكن انا استخدم برامج تانية زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. لكن كده احنا سطبنا الايه البايثون وجربناه او رنناه.